مستشفانا في مرحلة إعمار، وإن شاء الله خلال مدة قصيرة نستلم الموقع الأصيل. حاليا في الموقع البديل نحاول نقدم الخدمات الطبية لأطفال مدينة الموصل. يوجد لدينا ردهة عناية مركزة تحتوي على 7 سرة وحاضنتين، هذا أولا. يوجد لدينا أيضا ردهة أمراض الدم، مركز ثلاسيميا، وردهة أطفال، بالإضافة إلى الطوارئ، طوارئ الأطفال وردهة الحاضنات لتقديم الخدمات الطبية للأطفال دون سن 30 يوم. هذه عادة الأقسام اللي موجودة عندنا. إحنا مثل ما ذكرت موقع بديل، فما عندنا استشارية. بالإضافة الأقسام اللي الردات اللي ذكرناها، أيضا يوجد لدينا مختبر، ويوجد لدينا أيضا قسم الأشعة اللي تقدم السونار، خدمات السونار والأشعة للأطفال. عندنا حصرا فحص البي سي آر فور كوفيد متوفر عندنا في المركز، يعني في الموقع الأصيل. أي نعم. فحص الزواج أيضا، فحص المتزوجين أيضا موجود في الموقع الأصيل للمستشفى. حاليا دكتور العلاجات الأدوية متوفرة؟ نعم متوفرة، نعم جميع الأدوية اللي يحتاجوها فيما يخص يعني اختصاص الأطفال موجودة لدينا. حتى أمراض الدم؟ أمراض الدم أيضا موجودة. أي نعم. المرضى اللي عندنا جميع أنواع السرطانات تحت العمر 14 سنة، يعني لحد العمر 12 سنة. خدمات تمشي بشكل طبيعي، لأنه المرضى اللي يدخلون عندنا يحتاجون إلى عدة عنايات، عناية تمريضية وعناية ودعم نفسي. العلاجات متوفرة؟ جميع العلاجات متوفرة الحمد لله، ما عدا العلاجات الخارجية تتوفر بعدة محافظات. قبل فترة كان عندنا إجراءات في كربلاء يسوون عمليات. صح، أكو بعض المرضى يعني سفروهم للكربلاء ومحافظة النجف لغرض العلاج. وهاي مجانا يعني على حساب؟ طبعا طبعا مجانا. نعم. إيه. بالنسبة يعني الأطفال الموجودين مادة الشافة، يعني ما هي عدة أمراض، يعني عدة سرطانات، فحسب حالة المريض تكون درجة الشفاء، وحسب العناية التمريضية والأدوية اللي يستخدموها. إذا استخدموا الأدوية بشكل كامل وعناية تمريضية ممكن أن المريض يشفى. صار عندكم أنه حالات شفاء؟ أكو حالات شفاء طبعا.